علمتني الحياة في ظل العقيدة أن من عرف الحق هانت عنده التضحيات، فيتعالى على متع الحياة وعلى زخارفها، لأنه ينتظر متعة أبدية سرمدية في جنات ونهر، في مقعد صدق عند ملك مقتدر، فيقدم مراد الله على شهواته ولذائذه، ويقدم مراد الله على كل ما يلذ لعينه وما يلذ لقلبه، فيسعد في دنياه ويسعد في أخرى في الأثر أن الله جل وعلا يقول: وعزتي وجلالي ما من عبد آثر هواي على هواه، أي قدم مراد الله على لذائذ نفسه، إلا أقللت همومه وجمعت له ضيعته، ونزعت الفقر من قلبه، وجعلت الغنى بين عينيه، واتجرت له من وراء كل تاجر. وجعلت الغنى بين عينيه واتجرت له من وراء كل تاجر.